زيكو، معرفكم بيا. انا اسمي مينا. تالي احنا تقابلت مع ناس الفترة اللي فاتت، كلمنا كده في سيشن لطيفة. مش عارف هل في حد من اللي موجود حضر قبل كده ولا دي اول مرة؟ يعني حابب ان انتوا تشاركوا معايا. لو في حد منكم حابب ان هو يبعت على الشات ممكن، لو في حد طالع معانا في اللايف ستريم ممكن يبعت لنا برضو في الشات. لو في حد حابب ان هو يبارتيسبيت ويقول لنا، طبعا يشارك يعني معانا ويقول، طبعا انا هكون مبسوط جدا بحاجه زي كده. للناس اللي ما حضرتش قبل كده واللي اول مره تحضر، اهلا بيكم. اعرفكم بيا، انا اسمي مينا حنين. انا لايف كوتش ومهتم جدا بالاسره، ومتجوز، عندي زوجتي اسمها كارول، وهي كمان مهتمة جدا بالعيلة وبالأسرة. احنا الاثنين لايف كوتشز ودارسين بوزيتيف سايكولوجي، وعندنا بنتنا اسمها جميلة، عندها دلوقتي تقريبا 6 سنين، وبنحاول ان احنا نكون بننقل رسالة للأسر ولينا احنا مبدئيا من خلال مذاكرتنا، بنحاول ان احنا نطبقه وننقل رسالة للأسرة وللعيلة، رسالة فيها الأمل، رسالة فيها الحب، رسالة فيها بندعو الكل إن هم يبتدوا يدوروا أكتر عن طرق للتواصل والتحدي الصعوبات والتحديات اللي موجودة في العصر دوت. مين متفق معايا إن العصر دوت، إن التحديات اللي بقت فيه في الجواز وفي الخلفة بقت مختلفة؟ ها، مين متفق معانا؟ مين شايف فعلا إن التحديات بقت مختلفة عن زمان؟ شايف في ناس ترفع ايديها كده في الشات او ترفع ايديها؟ يس، ثانك يو. ايوه، ثانك يو. طيب، حلو قوي. تحديات مختلفه لان احنا عايشين في عصر دلوقتي بقى مختلف عن زمان، والتغييرات بقت كتيره والسرعه بقت فيه كبيره قوي. بس احنا عايشين في العصر اللي بقى فيه كل التغيرات اللي بتحصل الكتير دي والسرعه دي، واحنا لسه بنفكر بنفس طرق قديمه، وبنتعامل مع بعض بنفس الطرق القديمه، وبنتوقع نتائج هتبقى مختلفه عن اللي بيحصل في ارض الواقع. فمثلا في العصر بتاع السرعه اللي بيحصل فيه التغيرات ديت، كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن حاجه اسمها الرشاقه العائليه. يعني ايه الرشاقه العائليه؟ لو في حد هنا في البروجكت مانجمنت او في اداره المشاريع هيفهم يعني ايه اجايل او الرشاقه. الكونسبت دوت او المبدا دوت او المفهوم دوت طلع في اداره المشاريع اللي ليها علاقه بالتكنولوجي او الابلكيشنز. والكونسبت ده طلع مبني على فكره ان احنا ازاي نعرف نتقبل التغيير ونتعامل معاه. فابتديت انا ومراتي نحط كونسبتس لحاجه اسمها الرشاقه العائليه بنفس طريقه التفكير بتاعه الناس في اداره المشاريع، تبقى هي نفس الطريقه بتاعتنا احنا في التعامل مع بعض كازواج والتعامل مع بنتنا. سميناها الرشاقه الاسريه، ان ازاي نكون عقلنا مرن لتقبل الاختلافات السريعه والجوهريه ساعات اللي بتحصل، والتقبل اللي ده حاجة وإن أنا أوافق عليه ده حاجة تاني. علشان في ناس كتير جدا بتلخبط ما بين تقبل التغيرات وموافقتي أنا على التغيرات، دي حاجة ودي حاجة. فأنا ممكن يكون في تغيرات كتير حواليا بتحصل، مش لازم أنا النهاردة المعنى إن أنا متقبلها إن أنا موافق عليها أو إن أنا بأيدها، بس أنا بشوف إزاي أنا لما أتقبلها أبتدي أتعامل معاها. خليني، ده اللي احنا مينلي الفتره اللي فاتت او الكورس اللي فات او المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عنه، واتكلمنا اكتر على، معلش ثانيه واحده انا فتحت حاجه. ايوه، حد شايف كده السكرين؟ تمام، في ناس شايفاها صح؟ طيب، حلو قوي. ده اللي اتكلمنا عنه، او الرشاقه الاسريه، هي دي اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. وبعد كده حد فاكر اتكلمنا على الهرم دوت، حد فاكر كان اسمه ايه النظريه بتاعت اريك اريكسون؟ اتكلمنا على ان من 0 ل 1 او من سن 0 لحد 1
اهم حاجه عند الطفل دوت، اهم حاجه عندهم ان هم بيبصوا على الثقه، بيركزوا على الثقه، ومن سن واحد لسن 3 سنين بيبتدي يركز على فكره الاستقلاليه. فهنا بيبص على الاستقلاليه او بيحصل له شعور بالخجل والشك، دول اكتر مبدئين بيبقى في السن دوت هو بيتبناهم. بيبقى من 3 ل6 سنين بيبتدي يا اما يكون شخص مبادر يا اما بيشعر بالذنب. من سن 6 ل10 سنين بيحس بحاجه اسمها الكفايه او الشعور بالنقص. والهرم دوت اللي هو اخترعه واحد اسمه اريك اريكسن، الهرم هنا اللي هو من 0 ل1 بيتكلم على الثقه او عدم الثقه. هنا التوازن ما بين الاثنين مهم جدا. التوازن ما بين ان هو يكون عنده ثقه وان هو يكون عنده عدم ثقه دي مهم. ازاي يعني؟ ازاي الواحد يكون عنده توازن ما بين الثقه وعدم الثقه، وليه اصلا يكون عنده عدم ثقه؟ في ساعات كتير جدا في الدراسات الجديده، وخصوصا كمان مع البوزيتيف سايكولوجي، ابتدت ناس كتير جدا تتكلم على فكره واهميه الحاجات السلبيه اللي الناس كتير قوي بتحاول ان هي تتجنبها وتحاول ان هي تتفاداها. مش عارف الفترة اللي فاتت لو انتوا بتدخلوا على السوشيال ميديا هتلاقوا ان في ناس كتير جدا بتتريق او بت 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 اه يعني بتتريق على الإيجابية، ولأن الإيجابية ابتدى مفهومها يكون مش مفهوم سليم. الإيجابية اللي هي بترفض كل حاجة سلبية، واللي هو لا خليك إيجابي. فابتدت الناس تحس ان احنا ان الناس الإيجابية او اللي بيفكروا بطريقة إيجابية فهم يعني بقوا منفصلين عن الواقع، في حين ان البوزيتيف سايكولوجي او الايجابيه ان جنرال هي بتتكلم على فكره ايه؟ فكره تقبل السلبيات مش تجاهلها، مش ركنها على جنب. لان بقت الناس كتير جدا يقول لك ايه، اي حاجه سلبيه ارميها بسرعه على جنب تخلص منها. العلم الحديث في البوزيتيف سايكولوجي مش بيتكلم في كده. بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ان التوازن ما بين الحاجات السلبيه والحاجات الايجابيه، ان الحاجات الايجابيه تبتدي تكتر منها والحاجات السلبيه مش تقلل منها، بس على قد ما انت تبتدي تتقبلها ان هي ممكن تكون موجوده في حياتك. وده نفس برضه اللي كان اريك اريكسن بيتكلم فيه، هو التوازن ما بين ان الشخص يكون عنده ثقه وعدم ثقه، لان عدم الثقه ممكن تكون بتخلي عند الشخص بقى عنده نوع من انواع المبادره، يبقى عنده اكتر مبادره. الاستقلال والشعور بالخجل والشك، لان الشعور بالخجل والشك ده بيساعد مش حاجه بتضر. انا النهارده مثلا لما بغضب او بتضايق دي مش حاجه وحشه، بالعكس ممكن الغضب والمشاعر الموجوده عندي دي تساعدني ان انا ابتدي افكر بطريقه مختلفه. فالفكره اللي بينتج عن الشعور هو المهم. انا لما بغضب بفكر ازاي؟ ده المهم. لما انا النهارده حتى لما احنا بنتكلم في التربيه النهارده بنيجي نتكلم على ان لو مثلا بنتي مرت بمشاعر مثلا سلبيه، احنا بنتقبل المشاعر، بنشجع على المشاعر، وبنقول ممكن تخلي المشاعر دي ينتج عنها تفكير عامل ازاي، ده المهم. تصرف عامل ازاي، ده المهم. لكن ان المشاعر نفسها نقول عليها انها غلط او مش مقبوله، ده فيه خطوره شديده جدا 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 على الاطفال وعلى حتى الناس المتجوزه. وده هنا اللي هيدخلنا بقى في الموضوع بتاع النهارده، ان احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم على الاختلافات ما بين الرجل والست. لو حد عنده أي أسئلة أرجوك يبعت لنا، وهيكون في وقت للإجابة على الأسئلة دي، تبعت لنا في الشات وهيكون في وقت للإجابة على الأسئلة دي. موضوع بقى بتاع النهاردة هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على الرجل والمرأة في العصر الحديث والتحديات اللي ما بينهم، ودور الرجل مع الزوجة ودور الرجل مع الأولاد في البيت. حد عارف دراسات دي؟ دراسة حديثة اتعملت، مش حديثة قوي يعني، هي اتعملت في الألفينات، لقوا إن معدل الانتحار في القرن الماضي بين الرجالة والستات، عملوا المقارنة دي لقوا إن معدل الانتحار عند الستات قل. شايفين الخط الأحمر ده؟ ده معدل الانتحار عند السيدات، قل بنسبة قوية جدا وملحوظة من اول 1960. ومعدل الانتحار عند الرجال زاد برضه تقريبا في نفس المرحله دي وفي ازدياد.
الدراسة دي وقفتني جدا. بس خليني أسأل كده، لو حد برضو يبعت لنا في الشات، تفتكروا ليه معدل الانتحار قل عند السيدات وزاد عند الرجالة، واشمعنى في الوقت ده؟ هل حد عنده تصور أو إجابة؟ ممكن يبعت لنا في الشات، ممكن يفتح يفتح ويشارك معانا. ليه معدل الانتحار قل عند الستات مقارنة بالرجال، بأن هو زاد من أول سنة 1960؟ من أول الوقت دوت ابتدى الفكر في العالم يبص للست بأن هي اللي دورها مفروض يكون متحرر أكتر، ويكون ليها دور في المجتمع غير التربية والأولاد والبيت والكلام ده. وابتدى المجتمع والعالم يزق ناحية إن الست تبقى مساوية للرجل من ناحية الدور بتاع الست، دورها في إن هي يكون ليها حق إن هي تشتغل وإن هي تعمل حاجات كتير قوي. ده خلى الست تحس بتحرر أكتر، وده أثر على الرجال بإن هم حسوا بنوع من أنواع المنافسة القوية اللي فيها السيدات أثبتت جدارتها في ظروف كتير وفي أوقات كتير. فمعدل انتحار الرجال ابتدى يزيد. دراسة يعني تستحق إن احنا نقف عندها، وتستحق إن احنا نفكر فيها. وده يخلينا إن أنا أروح للنقطة اللي بعد كده، إن هي إيه الأسباب بعد كده اللي وصلت للطلاق اللي ما بين الاتنين. والطلاق برضو باي ذا واي، بدراسة تانية اكتشفوا ان كل 4 دقايق في مصر في حالة طلاق بتحصل. انتوا متخيلين؟ كل 4 دقايق في حالة طلاق بتحصل. ومع الطلاق ابتدى كمان يلاقوا ان في ترابط ما بين الطلاق وما بين الاكتئاب، ودراسات كتير جدا ابتدت تتكلم على الموضوع دوت. وابتدوا كمان يربطوا او يعني خليني اجل النقطه دي في احسن في الاخر. طيب ايه الاسباب الرئيسيه للطلاق؟ بحسب دكتور احمد بدوي في جامعه عين شمس، طلع اسباب رئيسيه للطلاق في ان هو في اسباب نفسيه، اسباب اخلاقيه، اسباب ليها علاقه بالايديولوجيه والمعتقدات، ودي اللي احنا هنركز فيها النهارده، اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه. فهم طلع 5 اسباب رئيسيه للطلاق ما بين الراجل والست. في اسباب نفسيه، اسباب اخلاقيه، اسباب ليها علاقه بالايديولوجيه والمعتقدات، اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه. ايه هي الايديولوجيه او المعتقدات اللي هي دخلت من ضمن الاسباب دي؟ يعني اسباب نفسيه خلاص كلنا عارفينها، اسباب اخلاقيه مفهومه، اسباب اقتصاديه ماشي تمام، اسباب اجتماعيه شغال، بس ايه يعني ايه الايديولوجيه، او يعني ايه المعتقدات اللي وصلت النهارده ان هي تكون سبب من اسباب الخمسه اللي بحسب الدراسه اللي اتعملت تبع جامعه عين شمس واشترك فيها وزاره التضامن، قالوا ان في حاجه اسمها الايديولوجيه والمعتقدات، ودي واحدة من 5 أسباب رئيسية للطلاق. خلينا إن احنا نرجع تاني للحتة بتاعت الانتحار، ونربط ما بين الانتحار وما بين الأيديولوجية والمعتقدات والطلاق. الست اتخلقت علشان يكون عندها حبة يعني هي اتخلقت بمؤهلات معينة، والراجل اتوجد بمؤهلات معينة. الست مؤهلة علشان تكون مربية أطفال، والنتيجة لده مخها بقى متبرمج على غمر الناس اللي حواليها بالتنشئة والتغذية والحب والرعاية. فالست مخها محطوط في الحتة دي، فحتى لما بتشتغل هتلاقيها برضو في الحتة دي، هتلاقيها مهتمة جدا بأن هي تنشئ جيل طالع في ما بينهم الحب وفي ما بينهم المواد. ده بيشغلها في شغلها، هتلاقي ان هي بتحاول تطبقه، لان ده المخ اللي اتبرمج عليه لان هو مؤهل لكده. الراجل بطبيعته هو مؤهل لايه؟ ان هو يكون صياد ومطارد ومدافع عن العيله، وبيدخل في دايما في فايت وحرب،
دي طبيعة الراجل اتخلق عليها. الاختلاف هنا كبير قوي. بس احنا دلوقتي يعني الزمن بقى مختلف، فولا الراجل بقى بيطلع يصطاد، ولا الست بقت دلوقتي كل حياتها متمحورة حوالين التنشئة والتغذية والحب والرعاية، رغم ان هي ممكن تكون بطريقة ما بتطبق دوت، ممكن يكون حتى في الشغل. وكمان الراجل هيبان جدا ان هو شخص مطارد وشخص مدافع جدا في الشغل، وبيبانه بقى اكتر كمان جوه العيلة مع الاولاد وفي تربية الاولاد. بس اللي انا عايز اقوله ايه في الموضوع دوت، اللي انا عايز اقوله ان النهارده في مخ للراجل وفي مخ للمرأة، والمخين دول مختلفين عن بعض تماما تماما. وبسبب اختلاف مخ كل واحد وان كل واحد مخه مؤهل لحاجات معينه، بقى في ايديولوجيه ومعتقدات معينه لكل واحد منهم مختلف عن التاني. بقى في ايديولوجيه او معتقدات لكل واحد فيهم مختلف عن التاني بسبب ان كل مخ منهم مختلف عن التاني، وان نشأة كل واحد منهم طالع بطريقه مختلفه. بس الاختلاف ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ مين شايف الاختلاف حاجة حلوة ومين شايف الاختلاف حاجة وحشة؟ الاختلاف بيثري، بيعمل غنى. بس للأسف احنا ما اتعلمناش قوي ثقافة التعامل مع الاختلاف. فالاختلاف في طبيعة في الطبيعة اللي حوالينا المفروض انها تجذب، يعني السالب والموجب في المغناطيس يجتذبوا. الطبيعة اللي حوالينا المفروض ان الاختلاف يجذب. في البني آدم الشخصية المعقدة الاختلاف النهاردة ابتدى بيخلي بقى فيه تباعد مش تقارب. وده بسبب المشكلات اللي احنا قلنا ان احنا اتكلمنا عليها في اول حاجة، بسبب المجتمعات اللي احنا بقينا عايشين فيها اللي بتتطلب فيها السرعة والتغيير وتقبل التغيير، فاحنا مش عارفين نتعامل مع دوت، فبنضغط، ومن كتر الضغط فبقيناش بنتحمل الاختلاف. بقينا عايزين ناس تشبك معانا بسرعه وتجري معانا. ما بقيناش فاضيين عندنا وقت ان احنا لسه هنقعد نشرح لواحد واحد. فبقى نفس الحكايه في العلاقه في البيت. ما بقيناش عندنا الخلق ان احنا لسه هنقعد نتكلم ونشرح ونقول اللي هو عارف انجز. اللغه دي بقت دارجه قوي ما بين الناس في البيت. خلص. ولو هي اللغه مش بتتقال، بتتقال في المخ، انجز خلص. ما بقاش في المساحه والوقت للحوار دوت. طيب خلينا ان احنا ندخل علشان نتكلم اكتر على المعتقدات او على الايديولوجيه اللي بتخلي كل واحد يكون بيفكر بطريقه مختلفه عن التاني. الايديولوجيات والمعتقدات اللي بقينا ان احنا بنتبناها دلوقتي واللي بقيت بتصدر في السوشيال ميديا ان الزوج هو العدو. إن الزوج هو العدو. ودي هتبان قوي في مسلسلات كتير. مسلسلات كتير هتلاقي إن هي بتتكلم أكتر على إن دايماً في عداء ما بين الزوج والزوجة. طيب خليني أروح لحتة مهمة جداً هنتكلم فيها، وهي العقل الواعي والعقل اللاواعي. حد سمع عن العقل الواعي قبل كده أو العقل اللاواعي قبل كده؟ طيب جوه عقلنا ده جوه الراجل وجوه الست، في حاجة اسمها العقل الواعي، في حاجة اسمها العقل الغير واعي. العقل الواعي اللي هو بيبقى frontal cortex هنا، وفي عقل حاجة اسمها العقل اللاواعي اللي هو بيبقى اسمه subconscious. في عقل واعي، في عقل لاواعي. العقل الواعي ده اللي هو بيكون فيه موجود طريقة التفكير، هنفكر ازاي لو احنا بنيجي نحسب حاجة. الناس اللي قاعده دلوقتي ومركزه معايا وبتسمعني فهم العقل الواعي بتاعهم هو اللي شغال. العقل اللاواعي هو اللي انت لما تيجي تبص كده لحد تلاقيه ايه قاعد كده في عالم تاني خالص مش موجود معانا. فده قاعد في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي ده اللي هو بيكون فيه بقى موجود ايه؟ الايديولوجيات والمعتقدات اللي انا بقول عليها. ففي في العقل الواعي ده اللي هو الوقت اللي انت فيه قاعد ومركز بالظبط معايا ومصحصح كده معايا وقاعد بتحسب حاجه، قاعد بتفكر في حاجه وبتكتبها، هنا انت مخك بيستخدم العقل الواعي. لو انت قاعد مش تعمل اي حاجه وقاعد كده تحس ان انت في عالم تاني خالص، انت هنا في العقل اللاواعي.
لما بتيجي تمسك الموبايل وتقعد تسكرول كده، عقلك اللاواعي هو اللي بيشتغل. بعدين لما تقف عند حاجه وتقعد تقراها كده وتركز فيها قوي، هنا عقلك الواعي بيشتغل. فعشان كده ساعات كتير وانت بتسكرول مثلا على السوشيال ميديا، وبعدين حاجه توقفك تروح واقف، لو لقيت العنوان فيه كلام كتير ساعات كتير بتروح بسكرول تاني، لان هنا عقلك الواعي علشان يشتغل بتحس ان انت بتبذل مجهود، فساعات بتتعب بتكسل. فبتفضل دايما ان انت تفضل قاعد في العقل اللاواعي اللي هو عمال بيسكرول كده، ما مخه مش عايز يبذل المجهود ان هو يدخل على العقل اللاواعي. فالنهارده العقل زي ما احنا جينا اتكلمنا ان الرجل عنده مخ مختلف تماما عن المخ بتاع الست، وجوه كل واحد منهم في حاجه اسمها عقل واعي وعقل لاواعي. جوه العقل اللاواعي ده عند كل واحد من الاثنين بيوجد المعتقدات او الايديولوجيات اللي انا بقول عليها. طيب لو جينا احنا فتحنا كده دماغ الراجل وجينا بصينا، هنلاقي ان الراجل مخه بيبتدي يتقسم، مش فيزيكال بس طريقه التفكير، ان مخه بيكون عباره عن حجرات. حجره الشغل، حجره الاصحاب، حجره البيت، حجره الفلوس، حجرات مختلفه. يدخل الحجره يقفل على نفسه فيها، ما يقدرش مخه يخليه ان هو يخرج بسرعه من الحجره دي يدخل الحجره الثانيه بمنتهى السلاسه، او يبقى قاعد في حجرتين في نفس الوقت. عقل المراه مختلف، هو مش متقسم لحجرات، هو عباره عن صاله كبيره وبعد كده في الاخر في حجره كده مقفوله لوحدها ممكن تدخلها تعمل فيها برضو كل حاجه من الحاجات الثانيه، وبقيه الحاجات كلها مفتوحه على بعض. الراجل مختلف، الراجل حجرات. وانس ان هو دخل الحجره بتاعته وقفل عليها، والله لو عملنا ايه؟ ما حدش يدخل عليه، صح؟ مين هنا من اللي بيحضر معانا بيشوف ساعات كتير جدا ان ممكن يبقى الزوج قاعد وفي حد بيكلمه وهو مش سامع، يقول له مش سامع، سمعتش، سمعتكش، صح؟ بيحصل؟ ايوه في ناس ابتدت ترفع ايديها، صح؟ اه مظبوط. مين تاني شايف فعلا ان في اوقات كتير جدا تلاقي الزوج نفسه، انت معانا او انت عايش معانا موجود معانا، انت رحت فين؟ هو دخل الغرفه دي، دخل الغرفه قفل على نفسه فيها، انسى. الست بتستغرب بقى، وهنا ده اللي احنا الاختلاف اللي كنا بنقول عليه، اللي هو طب ما تقعد معايا، طب ما احنا قاعدين مع بعض. والست بالنسبه لها اللي هو يعني انا خلصت شغل رجعت البيت الموضوع انتهى خلاص انا بقيت في البيت. الراجل راح الشغل رجع ما بقاش في البيت، هو لسه دماغه ممكن تكون في الحجره بتاعت الشغل. الست تلاقيها دخلت، لو هي مثلا راحت الشغل وبعدين دخلت من الشغل دخلت البيت، خلاص هي بتعمل حاجه البيت يعني خلاص ما عندهاش مشكله. وهوب ممكن يجي لها تليفون شغل وهي قاعده بتعمل حاجات في البيت، ما عندهاش مشكله. الراجل لو جاله تليفون شغل هتلاقيه قفل التلفزيون اصلا او قام ساب التلفزيون، صح؟ الست ممكن يجي لها تليفون مثلا تبع الشغل عادي، ممكن قاعده تتفرج على التلفزيون وعادي بتتكلم في التليفون بتاع الشغل برضه، ممكن تكون بتعمل مواعين برضه وهي بتتفرج على التلفزيون بتتكلم في الشغل عادي جدا مش مشكله. لان مخها نفسه ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يعرف يعمل كل الحاجات دي في وقت واحد، غير الراجل. الراجل تلاقيه عنده غرف بيتقوقع فيها اغلب الاوقات. الاختلاف دوت لازم النهارده ان احنا نكون فاهمينه، ان دي طبيعه موجوده عند كل واحد منهم. وساعات كتير جدا في العلاقات بيجي لنا ناس يتكلموا معانا ان ليه هو مش بيفكر كده، ليه هي مش بتصرف، ليه ده بيعمل كده وده بيعمل كده. واصعب حاجه في الموضوع هو ان احنا لما بنكون في العلاقه اللي فارق معانا جدا ان الراجل يتغير لصوره معينه احنا عايزينها في بالنا بمتطلبات 1 2 3 4. وده اكبر تحدي العلاقات بتواجهه، هو فكره تغيير الشخص الاخر ان هو يكون شبهي علشان نعرف نتعامل مع بعض. فدايما المشكله في العلاقات في التاني، في الشخص التاني، فهو دايما اللي محتاج يتغير علشان العلاقه تمشي وتبقى كويسه. هو محتاج يتغير، هي محتاجه تعمل 1 2 3. وواحد اتنين تلاتة دوت بسبب ان احنا مش قادرين يكون عندنا الرشاقة
اللي فيها ان احنا نعرف نتقبل اختلاف الاخر، ونكون دورنا هو ان احنا نكون بناخد جزء من المسؤوليه في العلاقه دي. فاحنا النهارده وصلنا كده بالتسلسل كده ان احنا اتنين مختلفين، عقل الرجل مختلف تماما عن عقل الست. الاختلاف دوت بيخلي ان كل واحد منهم يفكر ويتعامل بطريقه، وكل جوه كل واحد منهم في معتقدات معينه، والمعتقدات ديت موجوده في مكان اسمه ايه؟ السب كونشس او العقل اللاواعي. فغير بقى حته الغرف دي، هو بقى لما الرجل بيدخل الغرفه بيدخل في العقل اللاواعي ده، يبتدي العقل اللاواعي يعمل ايه؟ يطلع كل المعتقدات القديمه ويربطها له بالمواقف هو دلوقتي عمال بيمر بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيمر بمشكله في الشغل، المعتقدات بقت القديمه تبتدي تطلع وتبتدي بقى تخبط في المواقف اللي بتحصل دلوقتي. فمثلا عنده مثلا معتقدات بتقول ان هو فاشل، فاول لما يدخل الغرفة بتاعت الشغل وهو قاعد مثلا في البيت ومع نفسه مر بموقف، يبتدي المعتقدات تطلع تقول ايه؟ انت فاشل، انت فاشل على فكرة، انت فاشل، شوف الموقف ده بيثبت قد ايه ان انت فاشل. العقل اللاواعي فيه معتقدات، المعتقدات دي تبتدي تطلع تخبط في مواقف او تثبت للشخص مواقف حصلت عشان تؤكد المعتقدات دي عشان ترسخ. نفس الحكاية عند الست. الست بقى ما بتدخلش الغرفة، الست ده ممكن يحصل لها عادي في وسط يومها، عادي مش محتاجة تدخل الغرفة، يعني مش محتاجة تقعد كده مع نفسها سرحانة، عادي جدا هي وهي مثلا في الشغل تلاقيها مرة واحدة حد راح قال لها حاجة، راح هوبا لمس على طول في معتقد في العقل اللاواعي بان هي فاشلة، هوبا راحت عيطت، بين واحدة صاحبتها راحت جت قعدت معاها، قعدت اتكلمت معاها، خلصوا حضنوا بعض، داسوا بعض، بقى عندها معتقد بيقول ان انا محبوبة، الموضوع خلص وانتهى ولا كأن في اي حاجة حصلت، عادي جدا. الراجل مش كده. الراجل حصل موقف في الشغل، هيتعب، هروح البيت، مش هيطايق نفسه، هيبقى يقعد مع نفسه، هيبقى عنده معتقدات بتقول ان هو فاشل، ان هو مش هينجح، ان البيت مش هيعرف ياخد مسؤولية البيت، في كمية معتقدات عمالة بتطلع تخبط فيه وهو قاعد، ويفضل قاعد في الأوضة دي. فخلينا نتكلم بقى على أهمية المعتقدات أو منظومة المعتقدات اللي احنا فيها. لما اتكلمنا قلنا إن من ضمن خمس أسباب رئيسية للطلاق هي الأيديولوجية أو المعتقدات دي. وفي مثل كده بيقول، إكزامبل بيقول إن منظومة المعتقدات دي هي عندها القدرة على الخلق والقدرة على التدمير. منظومة المعتقدات اللي عند الشخص عندها القدرة على الخلق وعندها القدرة على التدمير. يعني إيه الكلام ده؟ خليني أحكي قصة شخص في أمريكا، دي قصة حقيقية. شخص في أمريكا عنده ولدين، في واحد اسمه توني روبنز عمل زي انترفيو مع كل واحد منهم على حدة من الولدين الإخوات دول اللي هم ابن الرجل الكبير. الولدين دول عمل معاهم الانترفيو وهم تقريبا عندهم 35 سنة. أول واحد عمل معاه الانترفيو وهو كان في السجن، الولد اللي عمل معاه الانترفيو كان في السجن، يعني توني روبنز راح له السجن عشان يعمل معاه انترفيو، اللي هو ليه أخ تاني اللي هم أولاد راجل هتكلم عليه في الآخر. راح له السجن فبيقول له أنت إيه اللي وصلك إن أنت بقيت هنا؟ قال له أنت منتظر إيه من واحد باباه مدمن؟ أوكي؟ توني روبنز بقى راح للأخ التاني كان في أبراج في وول ستريت في أمريكا، راجل غني جدا عنده شركات عنده فلوس، فبيقول له تفتكر إيه اللي وصلك لهنا؟ قال له تفتكر أنت منتظر إيه من واحد باباه مدمن؟ الاتنين عندهم نفس الإجابة، نفس الإجابة بالظبط اتقالت، واحد في السجن وواحد بقى عنده شركة كبيرة جدا وصاحب رأس مال كبير. الاثنين شايفين ان اللي وصلهم لهنا هو باباهم. فاهمين عايز اقول ايه؟ معنى ايه؟ معنى ان في نفس الاحداث بتحصل لينا، بس واحد يبتدي يشوف ان الحدث ده غير حياته للافضل، واحد تاني يبتدي يشوف ان الحدث ده غير حياته للأسوأ. فالفكره ان اللي بيغير حياتنا هي مش الاحداث اللي بتحصل في حياتنا،
على قد ما هو تفسيرنا للحدث ناتج عن المعتقدات اللي عندنا. هقولها تاني. الأحداث اللي بتحصل في حياتنا مش هي دي اللي بتأثر في حياتنا. اللي بيأثر في حياتنا أكتر من الحدث هو تفسيرنا للأحداث اللي بتحصل في حياتنا اللي نابعة من المعتقدات اللي موجودة عندنا في العقل اللاواعي. خليني أقول لكم على دكتور اسمه هنري بيتشر. الراجل دوت عمل تجربة لذيذة قوي في أمريكا. عمل إيه؟ جاب مجموعتين من الشباب وجاب حباية لونها أزرق وحباية لونها أحمر، وراح للمجموعة راح قال لهم الحباية دي يا جماعة اللي هي لونها أزرق لو أنتوا خدتوها هتحسوا إن أنتوا عايزين تناموا وهتناموا، وراح لمجموعة تانية اداهم حباية لونها أحمر قال لهم أنتوا أول ما تاخدوا الحباية الحمراء دي هتبقوا متجننين كده في المجان وحاسين إن أنتوا عندكم طاقة وعايزين تجروا ومصحصحين وكده. وادى فعلا الحبايه الزرقاء للمجموعه دي، وادى الحبايه الحمراء للمجموعه ديت، وادى الحبايه الزرقاء للمجموعه ديت اول لما خدوها فعلا ابتدوا يناموا، ولما ادى الحبايه الحمراء للمجموعه ديت ابتدوا ان هم فعلا يكونوا حاسين ان هم نشطاء وعمالين بيتنططوا ومش قادرين يقفوا على بعضهم. دكتور هنري بيتشر راح كتب في الرساله بتاعته الدكتوراه اللي هي نبع عن الاكسبيرمنت دي، بيقول ان الحبايه الزرقاء والحبايه الحمراء هي ما كانش ليها اي مفعول. بس المفعول هنا اللي بقى عند كل واحد من المجموعتين دول هو مفعول الكلام اللي بيتقال اللي خلى بقى عندهم معتقد بيقول ان احنا لو اخدنا الحباية دي هننام، والناس التانية بقى عندهم المعتقد اللي بيقول ان احنا لو اخدنا الحباية الحمراء ديت هنبقى اكتف جدا. فالمعتقدات ليها قدرة قوية جدا، قدرة على الخلق أو قدرة على الهدم، زي ما حكينا مع الأخين وزي ما حكينا مع دلوقتي مع دكتور هنري بيتشر. اللي عايز أطلع بيه من القصة ديت هو إن النهاردة المعتقدات اللي عند الراجل مختلفة تماماً عن المعتقدات اللي عند الست، وبسبب اختلاف المعتقدات دوت الأدوار نفسها ابتدت تتلخبط، وابتدى ان الراجل نفسه يكون عنده معتقدات سلبيه جدا عن نفسه، وابتدت الست كمان يبقى عندها معتقدات سلبيه، وبسبب سلبيه المعتقدات اللي بقت عند الاثنين دول بقينا لما احنا بنتكلم مع بعض وبنتواصل مع بعض بقينا بنتخانق، بس بقينا مش بنتخانق بس عشان اختلافاتنا، احنا بنتخانق علشان معتقداتنا. ان انا بقيت بسبب ان المعتقدات اللي عندي دي تعباني فبقيت عايز ناس تاني في الدائرة القريبة مني يبقى عندها معتقدات قريبة من المعتقدات بتاعتي علشان أنا مبقاش قاعد في الحتة دي لوحدي. فبقت الست بتتخانق مع الراجل عشان هو يبقى شبهها، وبقى الراجل بيتخانق مع الست عشان هي تبقى شبهه. وهنا التحدي الكبير ابتدى يظهر بسبب المعتقدات اللي احنا اتكلمنا عليها من ضمن الخمس أسباب اللي أدت للطلاق. إن دور الراجل النهاردة في البيت بقى إيه؟ بقى قاعد بس في الغرفة اللي هو قاعد وقافل في الغرفة دي، وقاعد بس في اللاواعي. في حين إن لو جينا مثلا نبص على الثمانينات والسبعينات وفي الوقت دوت هنلاقي إن الراجل كان ليه دور مختلف تماما عن فكرة إن هو بس بيروح الشغل ويرجع يفضل قاعد في العقل اللاواعي. الراجل كان ليه دور في البيت مؤثر جدا. كان الراجل دايما في البيت هتلاقيه هو اللي كان بيشيل مع الست بعد ما بيرجع من الشغل، وده هيبان على فكره كتير قوي في افلام. لو انتوا جيتوا اتفرجتوا كده على اي افلام مصريه غير طبعا فيلم سي السيد اللي هو كان اكستريم قوي، بس لو جيت اتفرجت على الافلام المصريه زمان هتلاقي ان كان في احترام شديد جدا من الراجل للمراه، كان في تكريم كبير قوي من الراجل للمراه، كان في دور للراجل مع المراه في البيت. بسبب الاختلاف اللي بقى يحصل دوت وبسبب التغييرات الشديده اللي بقت بتحصل ديت بقى دور الراجل ما بقاش ليه مكان في البيت، ودور الست بسبب التنافس الشديد مع الراجل في المجتمع اللي احنا بقينا عايشين فيه بقى دور الست كمان في البيت بقت هي اللي شايله كل الحوار لوحدها، غير ان بقى في كمان ناس بتنزل تشتغل، فبقى الدور هنا بقى متعب جدا 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 للسيدات. مين موافق معايا؟
مين موافق معايا ان احنا بقينا في الوضع ده؟ كويس، شايف ناس تتفق. هاي طب والباقي حاسس ان هو في رجاله بقت في البيت بتساعد؟ طب دي حاجه كويسه. طيب حلو قوي. خلينا بقى ان احنا نتكلم على ايه النهارده اللي الراجل مفروض، لو في حد عنده اي حاجه عايز يبعتها على الشات بليز يبعت. لو في النهارده بقى دور للراجل في البيت، انا مبدئيا بدعو الرجاله، لو في رجاله بتحضر معانا او لو في رجاله بتتفرج معانا، انا بدعوهم ان هم يبتدوا يشتركوا في مؤتمرات او يشتركوا في كورسات بتتعمل مخصوص للرجال، لان كميه المعرفه عن طبيعه الرجل وعن طبيعه طريقه تفكيره، لما هو يعرف دوت ويتقبل دوت هو هيعرف يتعامل مع الناس في البيت بطريقه مختلفه وبطريقه فيها ذكاء وجداني. فبدعو الكل ان هو النهارده يدوروا على اماكن يكون فيها توعيه لطريقه تفكير الرجل وفيها توعيه لدور الرجل اكتر. وخليني انا اتكلم معاكوا على ان الست اللي اسمها هيلين رولاند، انا مش عارف حد عارف السيده ديت، دي سيده صحفيه امريكيه كانت بتتكلم بتقول ان المراه تحتاج الى معرفه رجل واحد حتى تفهم جميع الرجال، بينما قد يعرف الرجال النساء جميعا ولا يفهم ايا منهن. وده بسبب طبيعه اختلاف الراجل، لان الراجل دايما بيحط الست زي ما احنا قلنا، الراجل دايما مخه متقسم ازاي؟ ان هو غرف. فهو هياخد الست يحطها في غرفه من الغرف دي خلاص. لما هيجي يقابل ست تاني هو هيقارنها بالست اللي هي موجوده هنا في الغرفه، لا مش شبهها، هيبتدي يتلخبط. الستات مش كده. الستات ما بتحطش قوالب مبدئيا عامه في الرجال يعني. بس دايما بتبقى عندها الذكاء الوجداني الاسرع في ان هي فعلا تعرف تبص على كل واحد على حده وتقدر تجمع باترنز توصل بيها بعض فتقدر تفهم حاجات. الراجل مش بيفهم كده. الراجل بياخد الست يروح حاططها في قالب كده معين، خلاص هي بقت كل الستات كده. وبيتعامل معاهم من هذا القالب. الست مش فاهم كده. الست كل مره تتعامل مع الراجل بطريقه مختلفه تماما، مع الطريقه اللي هي هتكون مناسبه مع الشخص اللي هي بتتعامل معاه. فهتتعامل مع جوزها في الشغل، لو جوزها هتتعامل مع جوزها في البيت، اسف جوزها في الشغل، هتتعامل مع جوزها في البيت غير لما تيجي تتعامل مع مديرها، غير لما تيجي تتعامل مع ناس اصحابها، هتتعامل مع كل واحد باختلاف. الراجل لما يجي يتعامل مع الستات هتلاقيه بيتعامل معاهم تقريبا كلهم نفس الطريقه. نفس الطريقه كلهم. ولازم وبيبقى متوقع ان هو لازم كلهم هيجيبوا نفس الطريقه، يعني هم كلهم هيتجاوبوا معاه بنفس الطريقه. طيب انا مبدئيا انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم. خليني عايز اتكلم اكتر على دلوقتي دور الرجل، وده اللي انا هنهي بيه في البيت ومع الاسره. انا بشجع الكل زي ما انا كنت قلت ان هم يبتدوا يشتركوا في محاضرات او في في في, في مؤتمرات يكون ليها اكتر كلام عن دور الرجل في البيت. والنهارده انا هطلع بس بثلاث نقط هو ليها علاقه بدور الرجل في البيت. احنا لما جينا اتكلمنا على الرشاقه الاسريه في اول مره خالص، جينا اتكلمنا على ان دور الرجل هو اللي يكون بيقود في البيت. وبسبب عدم الثقه ما بين الرجل والست، فالرجل ما بقاش هو اللي بيقود، واللي بقى بيقود اكتر هو بقت الست. وده عمل مشكلة ما بين الراجل والست. لأن الراجل اتخلق مخصوص، يعني مش مخصوص، بس من دور الراجل هو القيادة. ومش بقول إن من دور الست هي إن هي تبعية يعني بدون وعي، بس دور الست هو السبورت اللي بيدعم القيادة ديت، لأن هي بتاخد جيل معاها من الأولاد، بتكون بتبوش دم مع الأب للنجاح. اللي بقى بيحصل دلوقتي هو ان بقى في تضارب ما بين القياده ما بين الاثنين. والتضارب دوت بسبب عدم الثقه ما بين الاثنين. عدم الثقه ما بين الست والرجل، وعدم ثقه الرجل في الست. وهنا بقى بينشا جيل مفكك ومتلخبط. هو مش فاهم القياده ماشيه ازاي. ومش فاهم القياده دي هتودينا على فين. ومش فاهم المركب دي رايحه على فين. بس كل اللي هو شايفه واللي هو حاسه ان احنا بنغرق. هنا بتكلم على الاطفال، هم حاسين ان احنا كده في 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 مشكله. احنا في مشكله، والمشكله دي احنا ما بنتكلمش فيها، بس احنا بنتكلم اكتر او احنا بنحاول نهرب اكتر من المشكله.
اللي انا كنت بتكلم فيه في الرشاقه الاسريه، من ضمن الحاجات اللي احنا بندعو الكل ليها هو ان الرجل يكون يقود لجلسات اسريه اسبوعيه، نكون العيله فيها كلها بتتجمع، ويكون الرجل بيدي المساحه لكل شخص ان هو يشارك في ايه اكتر حاجه عجبتهم الاسبوع اللي فات، ايه اكتر حاجه متوقعينها الاسبوع اللي جاي، دور كل واحد ايه في البيت الاسبوع اللي جاي، ودور الرجل هو اللي يكون بيقود الجلسه ديت، وان هو يكون بيدي المساحه للكل بان هو يكون بيشارك وبيقول وبيعبر. دور الرجل هو اللي يقود في ده ويدي المساحه ان الكل يشارك ويعبر، والنهارده ان الكل يكون بيتحرك في الجلسه ديت، وان احنا فعلا نعرف نوزع التاسكس علينا، ونبتدي من اول الرجل نفسه اللي بيقود المجموعه ان هو يكون بيلتزم بالتاسكس دي. فدي اول حاجه اساسيات من اجل معرفه دور الرجل في البيت، ان هو يبتدي يعمل كده، ان هو يبتدي يبقى في جلسه اسبوعيه ما بين الاسره كلها يكون بيقودها الرجل، ويكون بيدي المساحه لكل واحد ان هو يشترك، يكون بنحترم راي كل واحد، ويكون كلام كل واحد يكون محدد، يعني ما يكونش الموضوع مفتوح ان احنا نقعد ساعه ساعتين بنتكلم، لا، هو الجلسه مدتها نص ساعه كل واحد او ربع ساعه، ربع ساعه كافيه قوي، كل واحد يقول قول لي اكتر حاجه عجبتك الاسبوع اللي فات، ايه اكتر حاجه احنا منتظرينها الاسبوع دوت، ايه الحاجات اللي انت هتعملها في البيت الاسبوع دوت. دي اول حاجه. تاني حاجه ان دور الرجل في البيت اكتر، في مثل كده كان لذيذ قوي، او كان في حد كان بيقول ان اكتر هديه الاب ممكن يديها لاولاده هو ان يحب ويحترم مامتهم. اكبر هديه الاب ممكن يديها لاولاده هو ان هو يحترم مامتهم ويحبها. فدور الرجل في البيت هو حب الزوجه واحترامها. دور الرجل في البيت هو حب الزوجة واحترامها. فأول حاجة دور الزوج والأب في البيت هو القيادة، ومن خلال اجتماع أسبوعي محدد الوقت وليه المساحة كل واحد في الأسرة يكون بيتكلم في إيه أكتر حاجة عجبته، إيه اللي منتظره الفترة اللي جاية، إيه الدور اللي هو هيعمله. ورابع حاجة، معلش أنا آسف، ايه اكتر حاجة حصلت الاسبوع اللي فات ضايقت الشخص. تاني حاجة قلنا ايه، حد فاكر؟ حد يكتب في الشات لو حد فاكر. تاني حاجة، شايف ناس بالطايب اهو. تاني حاجة هو حب الزوجة واحترامها. دور الرجل في تاني نقطة هو حب الزوجة واحترامها. تالت حاجة الزوج محتاج ان هو يكون بيعملها هو خلق الثقة ما بين الأسرة. الثقة دي بقت تحدي كبير جدا في الوقت الحالي، التغيرات الكتيرة اللي بتحصل بقت خلت الثقة تقل ما بيننا كلنا، التغيرات الكتير اللي بقت بتحصل خلت الثقة بتقل ما بيننا كلنا. دور الرجل في البيت هو القيادة، هو حب الزوجة واحترامها، وطبعا أكيد الأولاد، مش محتاج أن أقول، بس أنا يعني مهتم جدا أن أنا أكون بتكلم على أن ده دور الزوج والأب، هو حب الزوجة واحترامها. وتالت حاجة هو خلق الثقة ما بين الأسرة، وده دور الرجل. وخلق الثقة دي عمرها ما هتكون بتيجي غير لما الرجل يكون involved أو متداخل أكتر في البيت بتفاصيله. البيت بتفاصيله بمعنى كل حاجة في البيت، يعني المواعين بتاعت البيت، الكهرباء في البيت، مشاعر كل واحد في البيت، أفكار كل واحد في البيت. عمر ما الثقة دي هترجع غير باهتمام الرجل بالحاجات دي اللي بتحصل في البيت. فأول حاجة قلنا القيادة،
دور الرجل هو القيادة، والقيادة من خلال اجتماعات هو فيها الرجل بيدي المساحة ان كل واحد يشترك. تاني حاجة قلناها هو حب الزوجة واحترامها. تالت حاجة هو خلق الثقة ما بين كل الأشخاص. رابع حاجة دور الزوج والأب في البيت هو قيادة، هو سوري، وضع أهداف محددة للأشخاص ومساعدة الأشخاص للوصول لأهدافهم. ودي رابع نقطة، وهي دي اللي أنا هختم بيها، هو إن الزوج أو الأب هو مش دوره بس إن هو يحب ويحترم، لكن وضع أهداف محددة لكل شخص موجود في البيت يساعده إن هو يحط أهداف يكون بيساعده إن هو للأهداف دي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مثلا عندي بنتي مثلا بتحب الرياضة، أساعدها إن هي تكبر في الرياضة اللي هي بتحبها. مراتي بتحب المذاكرة مثلا، بتحب تدرس، أساعدها إن هي تكون بتدرس حاجة تكون هي حباها. فدور الراجل هو إن هو يساعد الناس اللي موجودة معاه في البيت إن هي تعرف أهدافها وإن هم يقدروا يوصلوا لأهدافهم. أول حاجة القيادة، حب الزوجة واحترامها، خلق الثقة، وضع أهداف محددة لكل واحد من اللي موجودين في البيت ومساعدتهم على إن هم يوصلوا للأهداف، ومش هو اللي بيضع الأهداف، هو بيساعدهم إن هم يتعرفوا على الأهداف ديت، يساعدهم إن هم يوصلوا للأهداف ديت. أنا يعني خلصت النهاردة، أنا مبسوط جدا 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 إن أنا كنت معاكم. الموضوع بحر وكبير، وعندي كمية يعني ريسيرشز وبيبرز كتير قوي بتتكلم عن الموضوع دوت. حاولت ان انا اكون بلخص كل دوت يعني في وقت قليل، بس صعب طبعا. واتمنى ان شاء الله ممكن يكون عندنا وقت تاني ان احنا نقدر ان احنا نتكلم مع بعض. حد بعد بيقول طب هو مين يساعده؟ الزوج غلبان. صدقيني نقطة حلوة قوي. وانا زوج يعني، فانا اكتر واحد هيبقى سهل قوي ان انا اتكلم في الحته دي. بس خليني اوضح حاجه مهمه قوي. القياده في البيت ليها ثمن، والقياده في الشغل ليها ثمن، فالقياده في العموم هي ليها ثمن. القياده في العموم هي ليها ثمن. الثمن ده مش سهل. لو انا كزوج قررت ان انا هقود، فانا لازم اكون فاهم ان في ثمن هيدفع. فعشان كده النهارده لما بنيجي نقعد مع ناس قبل ما يتجوزوا، نيجي نعمل كوتشنج يعني انا ومراتي للناس قبل ما يتجوزوا، بنفهمهم دوت. لان اي جواز هو مبني على فقط المشاعر بدون ادراك لمفهوم الثمن اللي هيدفع، هيكون جواز مفكك. فالزوج غلبان، او اكيد الزوج غلبان، بس الزوج قرر انه يقود المجموعه، فلازم يبقى فاهم ان في ثمن. يقدر بقى يعمل ايه، او مين يقدر يساعده؟ انا في مفهومي انا، وفي اعتقادي انا، وما اصدق فيه، هو ان زي ما كان قديس بولس بيقول ان الرجل هو رأس المرأة، وان الرجل بيشبه الرجل بالمسيح، وان الست بالكنيسة. فعايز اقول ان الرجل علشان ياخد الطاقة بتاعته، فهو محتاج ان هو يكون بيتملي روحيا، وده المكان اللي هيتملي منه، ولما هيتملي منه هيعرف يغمر البيت. ولو الرجل مش باني علاقة روحية قوية، مش هيعرف يشيل البيت. لو الرجل مش باني علاقة روحية حقيقية، مش هيعرف يشيل البيت، لأن ده المكان اللي هو فيه هيعرف إن هو يتملي
ويغمر البيت، لأن هو ده المكان اللي هو هيتعلم منه القيادة، هو دوت المكان اللي هيتعلم منه الحب، هو ده المكان اللي هيعرف يتعلم منه الثقة، وهو ده المكان اللي هيساعده إن هو يكون بيساعد الآخرين إن هم يكبروا. فده يعني ما أظنه أنا وما أعتقده أنا. وشكرا جدا.